تزدحم المراكز التجارية في إسلام آباد قبل انقضاء شهر رمضان استعدادا لاستقبال عيد الفطر، وتستعد الباكستانيات لاقتناء لوازم العيد طيلة الأسبوع الأخير من شهر رمضان، ويفضلن اقتناء الملابس التقليدية والأساور الملونة التي غزت تصاميمها محلات التسوق. نحرص على جلب أحدث تصاميم الأساور بأسعار معقولة لأن النساء يقبلن على شرائها في هذه المناسبة. تجرب فاطمة مقاسات متنوعة من الأساور، فرحتها بالعيد لن تكتمل دون أن ترى يديها مزينتين بالأساور أسوة بصديقاتها. أكثر ما يقلق الأسر الباكستانية هو غلاء الأسعار، إذ يستغل بعض التجار الإقبال الكبير من المتسوقين لرفع أسعار مستلزمات العيد الخاصة بالأطفال. وتتلون أسواق العاصمة الباكستانية بسلع مختلفة من المعروضات والإكسسوارات التي تستقطب ربات البيوت. العيد فرصة لإدخال الفرحة إلى قلوب أطفالنا، لذا نحرص على شراء الملابس ومواد التجميل وكل ما يتعلق بالعيد. ويستمر إقبال المتسوقين حتى آخر يوم من رمضان الذي أضاف عبئاً اقتصادياً للأسر الباكستانية بتزامنه مع العطلة الصيفية. تشعل حمى التسوق في إسلام آباد مع اقتراب نهاية شهر رمضان، ويبدو أن فرحة العيد تنسي الباكستانيين تداعية أسوأ ركود اقتصادي تعانيه البلاد منذ الاستقلال. سعاد رودي، سكاي نيوز عربية، إسلام آباد.